سنتابع معكم توثيق الجزء الثاني من توثيقات باب الفرج. يعتبر باب الفرج في غضون عقود قليلة واحدة من أهم بوابات المدينة المهمة التي تتيح الوصول المباشر إلى القلعة وإلى جامع بني أمية. فمن خلال باب الفرج في عام 613 يعني 1216 كمل تبليط داخل الجامع الأموي، وكانت تمر من خلاله كافة أعمال الترميم للجامع، وكذلك جذوع الأشجار والأخشاب بطول 30 ذراعا يعني بطول حوالي 25 مترا لصيانة حرم بيت الصلاة، وجميعها آتية من الغوطة الشرقية لترميم الجامع. وكذلك مرت من خلاله الأعمدة الحجرية الحاملة لسقف حرم بيت الصلاة بالأموي، والتي تكسرت وأزيلت في حريق الأموي الأخير في عام 1893، وركبوا أعمدة جديدة بدلا عنها أحضروها من جبال المزة يعني عربة الأموي. ومن هذا الباب دخل صاحب حمص الأمير الأيوبي أسد الدين بجيوشه لمساندة الملك العادل في قتاله ضد الفرنجة في عام 614، فتلقاه الناس ودخل من باب الفرج وجاء فسلم على ست الشام، ست الشام اللي هي أخت صلاح الدين الكبرى، بدارها عند المارستان النوري. ومن أحداث هذا الباب باب الفرج صار بمثابة موقع لعمليات الإعدام العلنية، لأنه أمام هذا الباب تم إعدام شخص قدم نفسه على أنه يسوع بن مريم في عام 595 للميلاد للهجرة، فأعدم عند هذا الباب لدجله. ومن ثم ذكر باب الفرج في العصر المملوكي عند إصابته بالكوارث الطبيعية حين غمرت مياه نهر بردة في شهر شوال في سنة 669 هجرية الموافق منتصف شهر أيار 1271، فبلغ ارتفاع الماء إلى 8 أذرع يعني بحدود 4.5 أمتار. وفي شهر شعبان في سنة 683، تصوروا في شهر تشرين الثاني يعني 1284، غمرت مياه الأمطار التشرينية الباب ومن حوله، وغمرت جسر باب الفرج. وكذلك في شهر رمضان من سنة 719 في تشرين الأول أيضا أكتوبر 1319 أيضا غمرت الأمطار باب الفرج. وهكذا تم بناء جسر جديد متعدد الأقواس ليقاوم الفيضانات، فيضانات نهر بردة أمام باب الفرج البراني الشمالي، وذلك في سنة 736 للهجرة 1336 أيام نائب المملكة السلطنة المملوكية سيف الدين يلبغة. ثم تم بناء باشورة وقتها وفيها 7 أكشاك تعلوها شقق سكنية للأكشاك، وكان رسم باستمرار فتح الباب إلى ما بعد العشاء الآخرة كبقية سائر الأبواب، وكان قبل ذلك يغلق من المغرب كما ذكر ابن كثير في تاريخه في البداية والنهاية صفحة 201 جزء 14. وفي بداية شهر جمادى الأولى في سنة 757 يعني في شهر مايس أيار مايو 1356 دمرت النيران المناطق التجارية الواقعة خارج باب الفرج، وكانت مأهولة بكثافة بالحوانيت والدكاكين المتاخمة لجوانب الباب. واندلع حريق آخر أكثر عنفا في سنة 798 للهجرة، وانتشر على جانبي الباب ودمر أحياء بأكملها،
وألحق أضرارا جسيمة بالأبنية المتاخمة للباب وللبوابة نفسها. وفي سنة 934 ونائب دمشق لطفي باشا العثماني، وفي يوم الخميس 11 المحرم احترق السوق الذي داخل باب الفرج، وكان ساكنه إسكافية الأروام، واحترقت معه الطاحون، وكانت الخسائر جسيمة نتيجة الحريق. إسكافية الأروام يعني الإسكافية من جاي من الروم، كانوا عسكرين بجنب البوابة، بوابة باب الفرج. طبعا دفعت هذه الكوارث المختلفة ولادة دمشق بالعصر المملوكي إلى القيام بعدد من التحسينات لإصلاح الأضرار التي لحقت بالباب وسببتها الكوارث ودرء كوارث جديدة. بالتأكيد كان من المقرر إحياء ذلك، إحياء هذه الأعمال بالنقش على الأبواب، ومنها الغير مقروء حاليا إلى حد كبير والموجود الآن فوق عتبة باب الفرج البراني. وذكرت المصادر بالعهد المملوكي أحداث هذا الباب على النحو التالي. يقول ابن شاكر الكتبي في حوادث سنة 680 للهجرة، وفي ربيع الآخر وصلت إلى دمشق أم الملك السعيد زوجة السلطان الملك الظاهر ببرس، ومعها ولدها الملك السعيد مصبرا في تابوت، ودخلت البلد وشالوا تابوت الملك السعيد بالحبال من فوق سور باب الفرج، وجاءوا إلى تربة أبيه الملك الظاهر ببرس التي أنشأها، فدفنوه إلى جانب أبيه بالقبة. ولكن السؤال، لماذا شالوا تابوت الملك السعيد بالحبال من فوق الباب؟ معرفة. ولماذا لم يعبروا الباب بشكل طبيعي كعبور أي جنازة؟ بحثت عن السبب فلم أجد الإجابة، شيء غريب. ففي يمين الداخل إلى مكتبة المدرسة الظاهرية نجد غرفة المدفن، وفيها ضريح الملك الظاهر ببرس وولده الملك السعيد محمد بن بركة. طبعا كلمة ببرس هي كلمة أعجمية وتعني الأمير الفهد، ومنها الكلمة التركية باريس وتعني الفهد الصياد. ومن أحداث الباب أيضا، في يوم الأحد يوم 19 رجب من سنة 699 للهجرة، وبعد رحيل غازان ملك التتار عن دمشق، تم إعادة فتح باب الفرج وكذلك باب النصر بعد سدهما، ففرح الناس وانفرجوا بهما. إلى هنا وينتهي الجزء الثاني من توثيق باب الفرج. سنتابع معكم بالجزء التالي لتوثيق الباب، فإذا عجبكم هذا التوثيق التاريخي فالرجاء إبداء الرأي وبضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد عن دمشق الشام، فلا تبخلوا علينا بذلك، وشكرا سلفا.